عندنا في الشرق الأوسط يمكن في عنصر الخوف، الناس بتخاف، بتخاف من الدين، بتخاف من الله، ومرات الخوف مش يعني مش بشكل صحي. حتى دي إبليس ضحك على الناس فيها. الخوف روح مش إحساس، نعم، الخوف روح مش من الله، لأن الله لم يعطنا روح الخوف، لم يعطنا روح الخوف للعبودية. ما ادناش روح خوف. روح الخوف ده روح، عشان كده معظم المسلمين مسيطر على ذهنهم نوع من أنواع الأفكار، وانت داخل ادخل برجلك اليمين واعوذ بالله من الخبث والخباث، وعشان الأرواح وعشان العفريت اللي في القطة وعشان رعب، كلكعة فوق كلكعة. الله في حرية من هذا كله.